بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعات الأولى فكأنما قرب بدنا، إلى آخره. هذا الحديث هو الحديث السادس من الحديث التي أوردها الشيخ رحمه الله مصنف في تحت باب الجمعة أو باب صلاة الجمعة أو باب أحكام صلاة الجمعة. وسبق معنا جملة من الحديث، منها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وكان صلى كبر في أعلاه ثم تقهقر، إلى آخره، على ما مر معنا. وحديث ما جاء منكم جمعة فليغتسل، وحديث أن الرجل الذي دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت؟ قال: لا، صلي ركعتين. وحديث أيضا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. وحديث أيضا أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد روت. هذه كلها مرت معنا، وهي أحكام ومسائل في صلاة الجمعة. وهذا الحديث الثالث في التبكير، بمعنى أنه ينبغي للمسلم أن يبكر يوم الجمعة، وأن يذهب إليها مبكرا، وأن يتنافس المتنافسون في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من جاء مبكرا، وأن كل من كان أبكر كان أجره أعظم. وأيضا مع الاغتسال، يعني لابد ليحصل المسلم على الأجر الذي في هذا الحديث، لابد أن يجمع بين الاغتسال والتبكير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، بمعنى أنه يجمع بين الاغتسال والتبكير. وقلنا في جلسات الماضية أن الجمعة لها آدابها ولا خصيتها ولا تميزها، ومن أعظمها أنها يجتمع فيها أهل البلدة جميعا. وقلنا إن أهل العلم يقولون إنه لا تتعدد
الجمعة إلا للحاجة. لماذا؟ لأن المقصود اجتماع أهل البلد، بينما صلاة الجماعة لا، المساجد كثيرة لا مانع وتتعدد صلاة الجماعة كذلك أيضا، وإن كان أيضا ينبغي ألا تتعدد إلا بقدر الحاجة كذلك، لكن لا شك أن الجمعة الجمع لها أكبر، ولهذا الجمع المسجد يكون غالبا أكبر وأوسع حتى يستوعب المجموعة كله. ولهذا المقصود أن الجمعة لا خصيتها، ومن خصائصها الاغتسال، ينبغي للمسلمين أن يحرص الاغتسال. وقلنا إن كثيرا من المحققين من العلم يقولون إن غسل الجمعة واجب، إن غسل الجمعة واجب، وإن كان جماهير العلم يقول إنه مستحب، لكن هذا لا يعني التغيير من شأنه. ولهذا ينبغي يحرص جدا جدا، وصي نفسي وصيكم أبدا أن لا تتأخروا أو تتهاونوا في الاغتسال يوم الجمعة، اغتسلوا قبل الصلاة من أجل الإدراك هذا الفضل العظيم، ومن أجل أيضا الآداب، ومن أجل حق إخوانكم من حيث قطع الروائح الكريهة، والذهاب بثياب نظيفة ومتطيبا مغتسلا، هذه كلها من آداب الجمعة ومن آداب الاجتماع من أجل من حق إخوانك المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعات الأولى. راحة لها معنيان، راحة بمعنى سار ومشى، وراحة بمعنى مشى في الرواح، بمعنى في المساء بعد الزوال. ومن هنا اختلف العلماء في متى تبدأ الساعة الأولى، لأن على حسب تفسيرهم للفعل راحة، لأن الرواح يكون في العشي يعني بعد زوال الشمس يسمى رواح، والغدو يكون في الصباح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو يعني في الغدو الصباح. فلهذا يقال غدو ورواح، وغدو وعشي. فالرواح يطلق على المساء، كما أن راحة بمعنى سارة، سواء في النهر أو في الصباح أو في المساء. ولهذا بعض العلماء يقولون إن كما مر معنا في وقت الجمعة، وأنه بعد الزوال، وأن الإمام أحمد الحنابل يقول إنه يبدأ وقتها من بعد كصلاة العيد، يعني من بعد طلوع الشمس وذهاب أو وقت النهي الصباح. فالجمهور يستدلون بأنها في الزوال، يفسرون راحة هنا بمعنى الرواح. لكن يشكل عليه أنه جاء من غدا في بعض الفضل الحديث من غدا مع الصباح، فيكون غدا، إذا قلنا غدا صير راحة بمعنى ذهب، وهذه موجودة إلى الآن مصطلح العرب في أكثر البلدان العربية. يقول أنا أروح، أنا أمشي، ليس أروح في المساء، لا أروح، ولا روح، ولا روح، ولا رحت، ولا ما رحت، بمعنى ذهبت، ليس معنى المساء. فإذا راحة تأتي بمعنى الذهاب في المساء، وتأتي بمعنى مطلق الذهاب. ولكن ما دام جاءت رواية من غدا ورواية من تعجل، فإذا قلنا غدا إذا تحمل راحة بمعنى مطلق الذهاب، مطلق الذهاب. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى. أيضا طبعا الساعة الأولى ليس بساعاتنا المحددة الآن اللي
الساعة 6 7 8 ولا كذا ولا 10 11. وإن كان هذا جيد اصطلاح طيب، لكن لا يحمل عليه المصطلح الشرعي. ويقال إن أول من حدد ساعة النار أن نوح عليه السلام. نوح لما ركب السفينة بقي مدة حتى ذهب الماء ويابست الأرض، يقال أنه هو الذي حدد ساعة النهار. المقصود أن هذا اصطلاح ولا مانع منه طبعا. الله عز وجل هدى الإنسان مسلما وكافرا، هداه إلى أن يوزع أوقاته، أوقات الليل وأوقات النهار. ولا شك أن توزيع الأوقات يعني من 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 توفيق الله عز وجل وهديه الإنسان حتى يعرف أعماله ويوزع أعماله ويوزع يعني أحواله من حيث العمل، من حيث الراحة، من حيث ما لأولاده، ما لعمله، ما لأصدقائه، ما لأسفاره، ما معروف التوقيت سواء بالساعات وبالأيام وبالأشهر وبالسنوات وحتى بالدقائق والثواني. هذه كلها مصطلحات طيبة، مصطلحات طيبة ولا إشكال فيها ولا حرج فيها، بل 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 مهم أن الإنسان يلتزم بها في نفسه من أجل أن يحافظ على وقته حتى لا يضيع، ولا يضيع وقته سبهللا، وإنما يحفظه سواء لمصلحته لابتغاء الدنيا أو ابتغاء الآخرة وللتقرب عز وجل ويعرف ساعات الليل من ساعات النهار إلى آخره. لكن الساعة هنا لا، ليس الساعة بمعنى زمني 60 دقيقة، لا، إنما الساعة بمعنى فترة معينة. ولهذا العلماء حينما قالوا إن وقت الجمعة يبدأ من الزوال، يكون الساعات قليلة، ذي 6 ساعات الأولى بدنة والثانية بقرة والثالثة كبشا أقرا والرابعة إلى آخره دجاجة والخامسة بيضة إلى آخره. هذا يعني إذا قلنا إنه من بعد الزوال يكون متسارع جدا، وإذا قلنا مبكر إن غدا من الصباح إلى حد ما يمتد. المقصود هو المسارعة، وأن الإنسان يبكر، وكلما بكر وذهب من وأتى مبكرا لكنه أعظم. فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. البدنة تطلق على الناقة وتطلق على البعير سواء كان ذكرا أو أنثى، وتطلق على البقرة، تطلق على الناقة الأنثى بدنة، ويطلق على البعير سواء كان ذكرا أو أنثى بدنة، والبقرة يطلق عليها بدنة. والمراد هنا البعير يعني ذكرا أو أنثى. لماذا؟ لأنه قال وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فكأنما قرب بقرة، فدل على أن البدنة هنا غير البقرة، وإلا البقرة أحيانا يطلق عليها أنها بدنة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. طبعا أيضا إذا قلنا الساعة الأولى وقلنا مثلا أنها تبدأ الصباح من الساعة مثلا 9، والساعة الثانية مثلا 10 على البقرة، يكون أيضا بين 9 و10 هذا الفارق أيضا كل من جاء أبكر أجره أعظم. اللي يجي 9 أعظم أجر من يأتي 9:15 مثلا أو 9:10 أو 9:30. فكل يعني حتى الساعة نفسها يعني يتفاوت الأجر فيه حسب من بكر أكثر. من بكر أكثر كان أجره أعظم، ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبكر جدا، فإذا جاء وعد ورأى الذين سبقوه 3 و4 قال رابع وأربعة خير كثير. رابع وأربعة بمعنى أن ما دام ما سبق إلى 3 يعني مقبول، لكن سبق 50 60 هذا لا شك أنه يعني ينبغي الإنسان أن يعني يكون عنده روح التنافس في الخير أكثر وأكبر.
من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. قرب بمعنى تقرب، بمعنى تصدق، قرب بمعنى تصدق. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والبقرة معلومة أيضا عظمها وفضلها، هذا في الهدي وفي الأضاحي البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة لعظم لكبرها وثمنها ونفاستها عند أهلها. وكلما كان المتقرب به الله نفيس عند أهله كان أعظم أجرا. ولهذا الله عز وجل يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فالإنسان يجتهد في أن يتصدق من طيب ماله، من طيب ماله وما يحبه. ولهذا يقول ولا 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 تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الشيء الذي لا تحبونه تتصدقون به، لا، الله لا يقبل إلا طيبة، وحتى الخبيث قد يقبل لكن لن يكون أجره بمعنى الرديء، الخبيث بمعنى الرديء وليس بمعنى الحرام، الحرام وهذا لا، الخبيث بمعنى الرديء. ولا أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأخرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالمقصود أن الإنسان يعني قدر ما يستطيع أن يتقرب بأحسن ما من أحسن ما يجد، أو إلا إذا كان إنسان ما عنده إلا فلا شك أن يقبل منه، بل قد يكون أجره أعظم من الذي يتصدق بالكثير. لأن يعني أحيانا الرسول يقول دينار سبق 100 دينار، فأحيانا لما يكون الإنسان دخله محدود وتصدق بطيب قد يكون أجره أعظم من أجر غني. مثلا فقير دخله 1000 ريال مثلا في الشهر، بينما غني دخله 30,000 ريال مثلا في الشهر، والفقير أبو 1000 ريال تصدق ب 100 ريال مثلا، هي تمثل 10%، بين أبو 30,000 تصدق ب1000 ما تمثل إلا كم واحد من 30%. فإذا يعني أحيانا قد يكون دخله محدود لكن أجره أعظم لأنه قدم من أنفس ما عنده. المقصود أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في أن يقدم من أطيب ما عنده ومن أنفس ما عنده. ومن راح في الساعات الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعات الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الكبش معروف له من الغنم، والكبش طبعا فيه ضان وفي ماعز، فيه ضان، الكبش من الضان، وغالبا الضان أحب إلى الناس من الماعز في الأكل وفي اللحم وفي. فإذا كان أقرا يعني له قرون أحسن من 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 الأجم أو الجمع الذي ليس له قرون، لأنه غالبا يكون أنفس وأطيب لحما ويقال يكون أزكى أيضا لحما. فلهذا قال والرسول حينما ضحى على الرسول ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يعني بمعنى ذات القرون يكون أجود. وهنا قال فكأنما قرب كبشا أقرا يعني له قرون. ومن راح في الساعات الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والدجاجة معروفة، يقال دجاجة ويقال دجاجة ويقال دجاجة بفتح ضم الدال وفتحها وكسرها، دجاجة ودجاجة ودجاجة، وهي معروفة. والدجاجة تطلق على الذكر والأنثى، تطلق على الذكر والأنثى، وجمعها دجاج ودجادج، تجمع على دجاج وعلى دجادج. والدجاجة معروفة كما قلنا. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، والبيضة معروفة أيضا. إذن هذا هو التدرج، وهذا هو يعني ما يحصل عليه الإنسان بقدر تبكيره للذهاب إلى صلاة الجمعة وقد اغتسل وتنظف وتطيب. وطبعا قرب بمعنى تصدق،
لكن في الأضاحي والهدي لا، ما يجزي إلا إما بدنة أو بقرة أو غنم بمعنى ماعز أو ضأن اللي هي الأنعام. فهي الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لكن ما يتقرب، ما يضحي بدجاجة ولا بديك ولا بديك رومي ولا ديك غير رومي، ولا ما يضحي. وإن كان قال به بعض العلماء لكن لا محجوجون، ولا بعضهم قال إنه يكفي، لكن لا صحيح أن الضاحي والهدي، هدي الحج وضاحي الحج وضاحي اللي يضحي المسلمون في عيد الأضحى، لا هي أحد الإبل عن سبعة، والبقرة تجزي عن سبعة، والضان لا عن واحد، وإن كانت تجزي عن رجل أهل بيته بمعنى تجزي من حيث التضحية، لكنها الذي يعني يضحي واحد، بمعنى ما يشتركون في الضان، يشتركون في الإبل سبعة، يشتركون في البقر سبعة، ممكن ثلاثة سبعة يشتركون، لكن الضان لا لواحد، وإن كانت تجزي عن رجل أهل بيته من حيث الثواب، من حيث الثواب، والغالب اللي يضحي هو الأب، غالبا اللي يضحيها راعي البيت. ومن راح في الساعات الخامسة فكأنما قرب بيضة، وحتى في بعض الروايات فكأنما قرب عصفورا أيضا، جاء في بعض الروايات قرب عصفورا أيضا. ثم قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر، بمعنى يقفلون تسجيل المبكرين. إذا خرج إمام وصعد المنبر الملائكة ما تسجل من جاء بعد ذلك، بمعنى لا يسجل من المتنافسين ولا يسجل من المبادرين. وما يدل على أهم حاجة أن يجتهد المسلم أن يبكر، يجتهد حتى ينضم في سلك الذين سجلتهم الملائكة وأنه مبكر. فكيف إذا كان جاء من أوائل الناس؟ الله نسأل الله من فضله، نسأل الله الكريم من فضله، وأن يجعلها ممن ينافس في الخيرات. فإذا كان جاء هو الأول أو الثاني هذا شيء عظيم، من إذا دخل المسجد ما فيه إلا هو أول واحد، هذا من حصل هذا الشرف. ولهذا المسعود كما قلنا لكم إذا دخل يعني هو يرغب أن يكون الأول، لكن أحيانا يجد قد سبق، يجد أنه قد سبق، لكن سبق واحد واثنين ثلاثة، قال الرابع خير، الرابع أربعة يعني يرى أنه منافسة مقبولة. أما يتخلوا أن يكون 50 60 ولا 100 200، لا شك أن هذا يعني ينبغي أن يراجع نفسه في روح المنافسة. المقصود أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الشرف العظيم، أولا يغتسل ويتنظف ويتطهر ويذهب بسكينة ووقار، مشتغل بالذكر، مشتغل بالعبادة، مشتغل بالتعلق بالله عز وجل وبما يرجوه من عظيم الثواب، ثم يذهب مبكرا ليكون في الصفوف الأولى. كلما دنا المصلي من الإمام كان أفضل المواقع في الصلاة في 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 في, في الصفوف وما كان قريبا من الإمام. نعم. الحديث السابع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيتان ذل نستذل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، يعني شجرة الرضوان، البيعة بيعة الشجرة. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل. هذا يبين الوقت،
متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، معنى متى يدخل إلى مسجد أو المنبر. فالرواية الأولى يقول فيها سلم رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل، نستلم معنا بعد الإنصراف. يعني فكان يفهم منها أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال. يعني المعلوم أن الظل المقصود بالظل هنا الظل بعد فوق الزوال، يعني الشمس حينما تشرق لها ظل. تعرفون الشمس حينما تشرق من الشرق يكون الظل غرب، فلا تزال الشمس تمشي في تتوجه إلى كبد السماء حتى تتوسط كبد السماء، فإذا وسطته صار ظل كل شيء تحته، فإذا انصرفت نحو الغرب ظهر الظل نحو الشرق. هذا الظل هو الذي يتحدث عنه سلمة رضي الله عنه. إذن الظل هو الظل الذي من جهة الغرب بعدما تنصرف الشمس من تنتهي من جهة الشرق وتتوسط السماء ثم تبدأ بالذهاب نحو الغرب. فكأنه يقول رضي الله عنه: أننا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونخرج من الصلاة وليس للحيطان ظل نصل به. يعني إما أن يكون ظل صغير ما لا يسعنا أن نمشي تحته، لأن تعرفون المدينة والجزيرة العربية حر شديد، يعني خاصة في الصيف حر، والناس تتحرى الظل تمشي فيه لأمرين: للظل وللرمضاء. يعني أحيانا قد يكون عندنا منعال، يعني كثير في الزمن السابق الحال شديدة وصعبة، وليس كل يلبس نعاله يعني أو عنده نعال، فأحيانا قد يكون ينتظرون حتى يخرج الفي، حتى إذا مشوا حفاة الرمضاء لا تحر أو يعني تكوي أرجلهم، لأن الرمضاء شديدة. وتعرفون إذا غزوة ذات الرقاع سميت ذات الرقاع لأنهم كانوا يضعون على أرجلهم القماش يخيطون بمعنى يربطون، لأن ما عنده ليس عندهم منعال ولا عندهم ما يتقون به حرارة الشمس، لأنهم كانوا على فقر وعلى شطف من العيش رضوان الله عليه وأرضاهم. فالمقصود أنهم يقول: وليس للحيطان ظل نستظل به، لأنهم كانوا يتحرون الظل حتى يتقون حر الشمس سواء من علو أو من كما قلنا من رمضاء الأرض. إذن هذه الرواية قد يستفاد منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو يبدأ قبل الزوال، قبل الزوال، وإن كان الأغلب من حاله أنه بعد الزوال. الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال. لكن الرواية الثانية: وفي لفظ كنا نجمع نصلي الجمعة، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. هذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم صلاة الجمعة ولا يبدأ بالخطبة إلا بعد زوال الشمس. زوال الشمس معنى أنه قد انتهى صعودها إلى كبد السماء وبدأت تتجه نحو الغرب، إذن بدؤها نحو الغرب هذا هو الذي يسمى الزوال. ثم نرجع فنتتبع الفي، كما قلنا لكم في جلسة سابقة أن الجمهور على أن وقت الجمعة مثل وقت الظهر، مثل وقت الظهر، وهو أنه يبدأ بعد الزوال، وأن الإمام أحمد رحمه الله وجمع من الحديث يقول أنها يعني يبدأ كصلاة العيد. وشوكاني شدد جدا في ترجيح
رأي الإمام أحمد، ويقول أنه يعني كل تأويلات الجمهور لا تساعدهم، تأويلات الجمهور على أنه يعني تفسير تأويلاتهم لا تساعدهم، وإنما يعني كأنه يميل إلى أن وقت الجمعة يكون من كوقت صلاة العيد، ولكن لا شك طبعا المعمول به الآن وفي كل حتى في هنا في البلاد هنا وفي الحرمين أنه بعد الزوال، أنه بعد الزوال هذا هو الأولى مع خروجا من الخلاف. وأيضا مما ينبغي أن ننبه إليه أنه كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة، فإن شدة الحر قالوا هذا في صلاة الظهر فقط، أما الجمعة لا، الجمعة تصلى في أول وقتها في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. لماذا؟ لأن الحديث هذا يعني كله يدل على أنه يصلي بعد الزوال مباشرة، فالجمعة لا يبرد بها، الجمعة لا يبرد بها، وإنما تصلى في أول الوقت مطلقة جميعا، سواء في شدة حر أو غيره، في شدة حر أو غيره. كذلك أيضا العلماء متفقون جدا على أن وقت الجمعة ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر، هم اتفقوا على الانتهاء، لكن اختلفوا كما قلنا في الابتداء، ابتداء الجمهور أنه بل الزوال، والإمام أحمد يقول أنه من مثل وقت صلاة العيد، وأنه بعد الزوال وقت النهي من بعد طلوع الشمس، لكن انتهاؤه هو انتهاء وقت الجمعة هو بانتهاء وقت صلاة الظهر. ولهذا لو أنهم لم يصلوا إلا بعد خروج الوقت ما صح أن يصلوها جمعة، يصلوها ظهرا، لو خرج الوقت ولم يصلوا فإنهم لا يقضونها جمعة وإنما يقضونها ظهرا. نعم. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا حديث أبي هريرة في أحكام من شيء من أحكام يوم الجمعة وليس صلاة الجمعة، يوم الجمعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة الفجر، صلاة الفجر، في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف يعني بعد الفاتحة ألف لام ميم تنزيل السجدة والسورة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وكان يواضي على ذلك، وإن كان عبارة كان يأخذ من العلماء أنه مداومة، أنه يداوم عليها، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث وهو الذي يدل عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقرأ يوم الجمعة في فجرها بعد في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها سجدة تلاوة كما معلوم ويسجد، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر بعد الفاتحة. العلماء ذكروا أن من حكمة قراءة هاتين السورتين لأن قلنا لكم أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم وهو أيضا تقوم الساعة يوم الجمعة، فقالوا إن لأن السورتين فيهما الخلق، خلق آدم وخلق الإنسان من طين وسورة من طين، وكذلك أيضا أحوال القيامة موجودة في السورتين بشكل مفصل وخاصة الدهر والأسد، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بهاتين السورتين لأنها متضمنتين على الخلق وعلى يوم القيامة وعلى أحوال البعث والنشور إلى آخره، وهي من الأحوال والأمور التي تكون يوم الجمعة. طبعا هو السنة هي في هاتين السورتين
بعض العلماء قال انه يقرا اي شيء في سجده, وهذا غير صحيح. ما لا 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 انه يقرا, ان لم يقرا يقرا يعني ايات في سجده او سوره في سجده, لا لا, اللي جاء هو خصوص هاتين السورتين. وبعض العلماء قال ينبغي الا يداوم حتى لا يظن الناس الوجوب, وهذا الى حد ما قد يكون له وجه, لكن ما ينبغي, انما ينبغي ان يعلم الناس, ان تؤخص العامه يعلم الجهال, ولا لا ان يستسلم الجهال. ينبغي ان يعلم الجهال السنه, ولا ان تترك السنه من اجل الجهال او من اجل العوام. والا بعضهم قال ان يتركها حتى لا يظن الناس أو أن 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 الصلاة لا تجب غيرها أو نحو ذلك. لا لا لا, الحمد لله, لا لا, السنة ثابتة والشريعة ثابتة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يحتاج يعني ولا يخشى على يعني أن يكون هناك شيء, لأن الدين محفوظ كتابا وسنة. وقد يقال مثلا أن الإمام ينبه يقول ترى هذا نقرأه وهي سنة, لكن على كل حال إذا يعني وجد إشكاله وهذا وتركها أحيانا لما يتركها, لكن لا يتركها من أجل الناس, ولا لا, ليس المطلوب أن يلتزم في كل حال, إنما لا يتركها من أجل الناس أو من أجل أن يخشى أن الناس تعتقد وجوبها ونحو ذلك, لا, إنما يتركها قد يكون يعني من باب يعني عدم الالتزام بها لا مانع, لكن لا 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 من أجل العام. والله أعلم, وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.